ايه اكتر شكوى مضايقاك دلوقتي؟ ضيق التنفس دي التنفس او النهجية. بس ده اللي مضايقك دلوقتي. لو طبعا مشيت شويه تنهجي. لما بمشي بنحك اي حركة، مش ماشي بس الحركة بتخليني، يعني لو ممكن لو انا قاعدة على السرير واتقلبت بنحك برضو. قمت اصلي، يعني في الاول خالص كنت بصلي وانا نايمة، وبعد كده بقيت اصلي وانا قاعدة دلوقتي، وانا بصلي وانا قاعدة بس على السرير كمان الحمد لله. ابشري ابشري ابشري، انا احب ابتسم للمريض وابشره. تعرف خدنا برشام كده يهدي دقات قلبك، لان قلبك بيدق 120 مره في الدقيقه. فعلا اتوقع لو قلبك هدي دلوقتي وبقى ان شاء الله 70 او 80 دقه هنصور تاني بعد ساعتين كده وانت كويسه. ان شاء الله يا امشي دكتور. كده شويه معايا، عايز اتوقع كده انك كويس، عشان المره الجايه لما نمشي حلو يبقى نفسك احلى. ان شاء الله. ارجعي تاني بقى بسرعه، مدي شويه. ضايقوك الخطوتين دول؟ شوية شويه ده يقول بتكبري انت. انا طيب الحمد لله، ده انا من النوع اللي بقى الصبور. الحمد لله الحمد لله، يعني انا بصبر فعلا والله. طيب الحمد لله. عملي كتير بصراحة. ربنا عارف بيا والله، ورب وكله ان شاء الله عند ربنا، مش بيروح ابدا. الحمد لله، ان الحمد شاء الله لله اشوفك بعد ساعتين تاني ان شاء ونتمشى انا الله وانت تاني. ان شاء يلا في الله. رعاية الله. مبسوط مبسوط مبسوط. كان كام يا محمد؟ 120. عايز اشوف الفرحة على وشك بقى. الحمد لله احسن دلوقتي؟ الحمد لله احسن. عارفة قلبك بيدق قد ايه دلوقتي؟ قول انت. كان بيدق 120 مرة في 120 الدقيقة، بقى 60. 60 دقة في الدقيقة. الحمد لله حاسة بفرق؟ في فرق ايه الحمد الفرق لله. بقى؟ النهجان هدي. صوتك طالع. والنهجان هدي وفعلا حاسه ضربات القلب هديت برضه. هدي يا جماعة، مجرد ما تهدي دقات القلب لو القرد بينهج النهجان هيروح، ولو قعدت تدي له بخاخات للفجر مش هيروح النهجان. كانت على طول بتعمل التنفس الصناعي دوت، التنفس اللي هو جهاز التنفس ده، كانت على طول بتعمله. يبقى لها قد ايه بتنهج يا محمد؟ ده بقى لها كذا شهر. كذا شهر. مش تحس في ال7 شهور دول اول 3 ساعات النهجان يقل؟ اقسم بالله عشان ده فسد. تعالي نتمشى شويه انا وانت زي ما عملنا اول مره. امشي شويه كده معايا. يا سلام والله بفرح. امشي معايا شويه بقى، شويه كده. روحي كمان وتعالي كمان بسرعه 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 عشان تنهجي، يمكن تنهجي. روحي بسرعه كمان مره يا سيدي يا سيدي على الجمال. تعالي كمان مره. والله العظيم فرحتيني. اقعدي هنا بقى، روحي كمان الحمد مره. لله. نفسك احسن؟ لا طبعا الحمد لله احسن من الاول بجد؟ ما فيش نهجان زي الاول خالص. بجد؟ حتى قمت دلوقتي رحت الحمام، بقت مستغربه برضه، وقلت لهم بره، قلت لهم الحمد لله النفس هدي عن الاول. تمشي شويه كده الحمد كمان مره لله. والنبي، خطوتين كمان فرحيني. يا سلام، تقليل ضربات القلب هو نعمة للي بينهج. اقعدي اقعدي الحمد اقعدي، لله ده انا هصور معاكي. الحمد لله نحمد ربنا. طب الحمد كويس والله، لله الحمد لله. شكرا يا دكتور الحمد والله، لله. اشكرك والله. انت رحت الحمام من شويه فعلا واستغربتي؟ استغربتي ليه بقى؟ ان انا دخلت على طول لوحدي كده، يعني كنت ده كانت بروح معاناه بالنسبه لها عشان امسك تخش في الحمام. الحاجه كده وانا ماشيه واحده واحده. كنت رايح في السكه دلوقتي مشيت على طول، يا سيدي بقيت نفسي ماشيه على طول. الحمد لله. انت عارف وانا بصورك اول مره كنت خايف منك من كتر ما هو سريع، خدت بالك يا محمد؟ 120. لما جت على السرير قلت يا لهوي، ما هي كده على طول، رحت شايل مش التسجيل. النهارده بس، ده كده على طول. هي الحمد نفسها زي لله ما حضرتك تمام. شفت. الحمد لله دلوقتي نحمد حسيتي ربنا فرق؟ طبعا. انت بقالك قد ايه بتنهجي؟ 7 شهور. 7 شهور. وبقالك قد ايه واخده كام وباخد برشام علاج اللي بيهدوا القلب دول؟ وباخد علاج وبروح لدكتور وبتاخدي بخاخات؟ عندنا، وباخد بخاخات ولما لقيتها يعني مش عامله حاجه انا اللي وقفتها. انت اللي وقفتيها لان البخاخات بتسرع قلبها اكتر. وبعد قد ايه من البرشام اللي خدناه في الفيديو فات قد ايه دلوقتي؟ ساعتين او ثلاثه؟ ساعتين. ساعتين بالظبط. ساعتين وربع. ساعتين وربع. يا واد يا مذاكر. والله فرحتيني وحاسس فعلا نفسك احسن. مبسوطه. الحمد لله يا سلام. طبعا الحمد لله. كل يوم هتبقي احسن من اللي قبله ان شاء الله. كله على الله حبيبتي. صوتك طلع صح؟ الحمد لله. مبسوطه؟ طبعا. وانا كمان مبسوط اقسم بالله ان ربنا يريح واحد بينهك 7 شهور. 7 شهور بينهك الحمد لله في ساعتين. الحمد لله حاجة نحمد تفرح. ربنا. الحمد لله ربنا. ربنا يديك الصحة يا يا رب، سلام. طيب ربنا يديك الصحة، ما احنا مبناش منك أبدا. حلو الفيديو ده نزيعه؟ ماشي ماشي زي ما قال يعني ليلى علوي لازم مثلا. تنزيعه. يلا في رعاية الله.